بإذن الله تدور أو تشرح فيها لعبة شبيهة بمعاملات البورصة، حيث من خلال توقعاتك لمؤشرات العملات وغيرها تستطيع اغتنام النقاط على مدار الأسبوع. وفي نهاية كل أسبوع يتم احتساب النقاط ويتم إضافة الرصيد المستحق على حسب النقاط. هذا الرصيد رصيد حقيقي وليس مزيف، فتستطيع من خلال هذا الرصيد أو تحويله من خلال البي بي الخاص بك. كما يمكنك لعب هذه اللعبة عبر مستعرض الويب على جهاز الحاسوب أو من خلال أيضا الموبايل، فاللعبة متاحة على نظام الأندرويد ونظام الآبل. مبدئيا سوف نشرح كيفية التعامل مع الأندرويد. من خلال جوجل بلاي يتم تنزيل أو كتابة سبارك بروفيت كما تلاحظون، هذا هو شعار أو اللوجو للعبة، ويتم انستول اللعبة على الموبايل. بعد ذلك سوف تجد اللعبة على هذا الشكل، تضغط على هذا. هنا واجهة اللعبة، طبعا لفتح سكيب جديد تضغط على جوين. هنا الموقع يعني بيتيح لك أن تدخل باسم هذا، ومن خلال وبعد أن تدخل اللعبة تستفيد غير البيانات، أو سوف أزودكم بالرابط المباشر الخاص بي سوف تسجلون من خلاله، وهو تسجيل سريع. بعد ما يتم التسجيل وعمل اكتيفيت او تفعيل اللينك او اللعبة، تستطيع الدخول من خلال اللعبة هكذا هنا اليمين وهنا الباسورد. بعد كتابة اليمين الباسورد يتم الدخول على هذه العملات. طبعا هذه العملات وهذه ايضا اويل وكور، يعني هذه السلع ايضا وكل الذهب يمكنك التعامل من خلال هذه العملات. قبل شرح اللعبة سوف ندخل على مي هنا في الاسفل. هنا نجد تقدر ارنها هكذا، يتم من خلال كل اسبوع على حسب نقاط المجمع من خلال يتم جذب لك بيها الرصيد المطلوب او الرصيد المستحق. كما تلاحظون طبعا انا مش مداوم على اللعبة باستمرار. وهنا يمكنك بعد الوصول الى $30 تستطيع عمل ويزدرو، يعني سحب الرصيد. هذه طبعا تظهر سكور وهذا الرقم الرصيد والراتي والسكيلز، طبعا مع كل ما هم هذه النقاط عن طريق اللعب باستمرار يتم تجميع النقاط. فتلاحظون في السيشن هنا هذه الأعضاء، طبعا في هذا أيضا يعني راح في خلال أسبوع $16، وهذا 11 و9، يعني هذا أول الأعضاء. طبعا يلعبون باستمرار تتفادى السكور بتاعهم عالي جدا. تمام، لشرح اللعبة ندخل على بلاي، نختار هنا أحد العملات أيضا وليكن مثلا هذه العملة. من خلال هنا المؤشر تستطيع طبعا المراهنة، طبعا تبدأ هنا النقطة أو تبدأ اللعبة من هنا. فيمكنك الرهن والتوقف على طبعا إدارة هذه، هل العملة بتزيد أو تنقص، وممكن عن طريق الحظ ممكن أراهن على أن العملة سوف تزيد هكذا، فبضع السهم إلى الأعلى ثم نيكست وأراهن أيضا في نهاية الخسارة هكذا، ثم أضع على ستارت. أنتظر أن أكون نيكست الإنترنت.
الأخرى. هنا بدأت المعايير بالسالب، يعني بمعنى ذلك أن الرهان خاطئ. يمكنك عمل ستوب في أي وقت، طبعا في حالة الفوز يجري هنا موجة تتابعني، وأن هذه العلامة مبشر هذا باللون الأخضر، فأنا هنا بأخسر نقاط. يمكنك عمل ستوب في خلال في أي وقت، عمل ستوب هكذا إذا جه موجة.